بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين كبرى تحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنهم بارت حستنا كتاب كشف الشبهات أبونا نقد سلسلنا تي مؤلف رحمة الله عليه بزعباتي كنت ناي شبهات مسجلة بأرت إذا شبهات زي كتري أن كل خار بسبحان وتعالى وين كابو كده حنا كله كل التنجرات كن رداء لنايبل النايبل كتحقوس لك الله سبحانه وتعالى كابتم كنوع من الزلوم ربي كبت شبهات الزوج أكا حدش نخدماني كتفرح لك إبل مالتيو ምክንያቱ ወዲ ሰብ ክተኣማመን ኣይክእልን እዩ ሎሚ ኣብ ቅንዓ ሎ ፅባሕ ድማ ኣበይ ከምዝኸውን መዕለብ እዩ ስለ ዘይፈልጥ ኣብ ፍርሒ እውን ክትህልዋ ኣለካ ሰይድና ኢብራሂም ኢማም ኣህሊ ተውሒድ ወይ ድማ ኣቦ ነይ ኣንብያ ዝበሃሉ ዝነበሩ ንሶም ከይተረፉውን ካብቲ ሽርኪ ይፈርሑ ነይሮም ስለዚ በኣር ኣብ መንጎ ሓጎስን ኣብ መንጎ ፍርሕን ኣብ መንጎ ተስፋን ኣብ መንጎ ፍርሕን ክትከውን ከም ዘለካ ዝብል ኣብቲ ዝሓለፈ ርኢና انا انا ودساب انت ده ابكفروا ودقوا وابشركوا دماني كم اولو توباخي بل انت ده مس مسرب سبحانه وتعالى بوين ازي سب ازي عدلني جناس اللي زيبولو ازي عبي حد قاز خوني كابشركن كابكفرن كنت قاقن كرحكن كمزلنا بزيادة بتزحل أبري ابري بريه الناني مالتيو كابتي نايت مؤلف كابتي متن انتايبل قال المؤلف رحمه الله تعالى فانك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه أنت دعا قلت أخوين ابل مالتي باتي زحلف زرعاني مالاتي حدا ودي سبكو بتا كاب آفو تواتس قال باوين أب كحدات ودق إخيلي وقد يقولها هو, هو جاهل فلا يعذر بالجاهل أي فلا تكون كبل وين إخيل بزي مفلات وين مخنيات زوهابو أيكونا نبل مالاتي نتايبل قد يقول الإنسان كلمة كلمة من الكفر تحبط عمله كلها حد ود حن حنتك ألك يخيل كفر كل سرحة دماني كتب بلاش شو ولو تخيل مالتيو ولذلك كم تي أب حديث صحيح أب رواية مسلم زلو مالتيو الله عز وجل مستم دبولو نتم كلتة أحوات ويدماني كلتة بوصوت نيروم ازم سبات زي اتم اتحادي ابطاع اتحادي دماني ام معسيا نيرو نتي بتعيو نتي ام معسيا زنبر انتايلو والله لا يغفر الله لفلان الو والله اني جلسني اني رب زي غفر الو الو فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى على علي اني لا اغفر لفلان من يدعب شميجي زمحل الدلو أنا نيجلي كم زي غفر له فإني قد غفرت لفلان وأحبت عملك نيجلي تزن بزقبرو زقبرو غفر له اللي نعهد ما نسرح كا تبلاش له تباهي له مالتي إذن كلمة واحدة تجرأ فيها على الله وأراد أن يمنع أن يمنع الله أن يغفر لهذا المذنب بذاك أهل زئاء دفرت د مول او زربا دتزاربا. نتي رحمانه ربي اي حكاني كان يقولون رحمانه ربي خل زدلي فالله جل وعلا احبط عمله وغضب عليه نتي كله سنَعِبْرِيْسَ رُحِيْزَ بِالْزِنَبَرِ كُلُّ اللهُ سبحانه وتعالى وينتقد علومه والإنسان قد يتكلم بمثل هذه الكلمة ونحوها فيخرج من دين الإسلام كم زعنت زكاة بمزراب كاب إسلامنا فالذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء يزعمون أنهم قالوها من باب المزح من باب المزح أزيوم سبات زياتهم مس صلى الله عليه وسلم أبو غزوة وعلم إن ولسون كله بسحابة يخون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تلاقيتهم أمو أم دماني إززبلنا يو معاس كوني لنا جيرنا يو نحنا كوني نتصوتان نلاقصن إلنا إلنا يو تباه رب العالمين وين أي تقبلو لومن. انتاي عن انا انتاي دا اي نويح من قدس سلازو خونا من قدك كا حاسر لنا خم لنا خم تسوتا بلوز نبرنا الى تمخني تام دماني رب العالمين اي تقبلون ولذلك ربنا عز وجل بزعب ام ام تايلو ولا سألتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نزوم سبازي أتم باري كحتوتون كلو إنما كنا نخوض ونلعب دائما من قدي محزار خوننا كومو دماني نيتس أو تن اللاقات برنيرنا مع عسناي لبنا خوينا تزاربنا يوم سبلو الله سبحانه وتعالى بربن بآياتنا يا ربن سبحانه وتعالى برسولين تلاقات ونيركم باري لا تعتذروا مخنيات حج خونا أي تقربوا قد كفرتم بعد إيمانكم دحر إيمانكم كفركم يقوم تباهلهم دل على أنهم مؤمنون في الأول مجمري إيمانكم زنبرم بزايا بزا رد آمالتي قد كفرتم بعد إيمانكم فلما قالوا هذه الكلمة كفروا والعياذ بالله مع أنهم يقولونها من باب المزح واللعب ولذلك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ نتايبل ومن أسباب الخلوص من هذا الدائل عدال ይባላል ኣተፍቲሽ ን መባዲኣተፍቲሽ ን መባዲእ ወወሳኢል ወዘራኢዒ ከሸተ ኣን የቃዓ ፊ ከሸተ ኣን ተቃዓ ፊ ወኣንታ ላ ተሽዑር እምበኣረይ ወዲ ሰብ ኩላ ግዜ ክጥንቀቕን ነፍሱ ክሕልውን ክፍትሽን ኣለዎ ከይተፈለጦ ኣብቲ ናይ ካሕደት ነገር ንኸይወድቕ ክጥንቀቕ ኣለዎ ولذلك حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني حذيفة رضي الله عنه أردان عن تايبل سبات نرسل ميت يوم كحتوم كله بزعبا خير كحتوم كله أنا دم شر يحتوم نيرة مئنتن أبتشرين ودق ودق بالمالتي ومن أسباب التخلص من هذا سرق الابتهال إلى الله وسؤاله التثبيت رب سبحانه وتعالى كدحنا كدماني كابزي أتقامن من أشيقان زخوانا ناي كفرنا ناي رب سبحانه وتعالى كتصدقاء لك ناب رب سبحانه وتعالى سبحان كتلمن ألكا ولذلك وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بزح الدعاء دبزحو وزنبرو اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك زبل مالتي يبل الشيخ محمد بن إبراهيم وإذا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تبل نساءتها محفوظة كبرسول صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إلو مالتيو انت, انت محفوظ كاب صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دبلي نيرو. كما ابتهل الخليل إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم إنو رب سبحانه وتعالى نيب حق ابتهال قبر نيروم تدرع قبر ربي ربي جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ረቢ እነሁና ኣለልና ከራ ሚን ናስ ይብሉ ነይሮም ኣንታ ረቢ ንዓይን ውላደይ ንዓቁበና ካብዘን ኣስናም ኢሎም ዱዓ ይገብሩ ነይሮም ምክንያቱ በዚ ሰነም እዚ ብዙሕ ሰብ ይጠፊኡ ዘሎ ይብሉ ነይሮም ስለዚ በኣረ ካብዚ ሓደገኛ ዝኾነ ናብ ክፍርን ዝወስድ ድማ ኣብ ኢማን ክትህልው ከለካ ድማ ብሓደ ሸነኽ ድማ ዱዓ ክትገብር ኣለካ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ቀጥ ንኸብለካ تحريت مؤلف تايلو وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون قال قال كلمة الكفر سرحنا الكفر دا سرح قالوا أزين أبرب زك ربهم كون كم تيتم اه مشركين زنبور ومالتو. أي يقول كلمة الكفر وهو يظن أنها تقربه إلى مثل ما يقول المشركون كم تتم مشركين ዝገብርዎን ዝብልዎን ዝነበሩ እንታይ ይብሉ ነይሮም እቶም ሙሽርኪን ማ ናዕቡድሁም ኢላ ዩቀርቡና ኢላ ዙልፋ ይብሉ ነይሮም ንሕና ኮ ንግዝኦም ዘለና ናብ ረቢ ከቀራርቡና ኢና እብሉ ነይሮም ንኽቀራረቡ ኢሎም ኣብ ክፍሪ ወዲቆም ማለት እዮም ከምኡ ውን ሃኡላ ሽፋዓኡና ዕንድ ላህ ናብ ረቢ ዋሕስ ክኾኑና ኢና ዕባዳ ንገብረሎም ዘለና ይብሉ ነይሮም እዘን خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن ما قص عن قوم موسى مع سلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين بفلا يدماني إبل تمؤلف نزا كشف الشبهات زألفه ብፍላይ ድማ እንተደኣ ደኣ ኣስተባሂልካ እንተ ረቢ ውን ኢልሃም ሂቡካ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ዝነገረና ብዛዕባ ናይ ቆውሚ ሙሳ ሰይድና ሙሳ ዝነበሩ እንታይ ኢሎሞ ሰይድና ሙሳ ከምዚ ኢሎም ኳ እዮም መፂኦሞም እጅዓል ለና ኢላሃን ከማለሁም ኣሊሃ ኢሎሞም ከምቲ ንዓቶም ዝግዝእዎ ዘለዎም كنعناوين عناوين نجزا اللو زكرا ربنا عبادا نجبر الى من سيدنا موسى فحين اذن يعزم حرسك وخوفك على ما يخلصك من هذا وامثاله انت لا خمس خينو سيدنا موسى نبورك خمس خبودقو نسخاد ماني زياده فرح لك قوم موسى هم بنو اسرائيل قوم موسى زباله تمدك اسرائيل مالتهم الذين امنوا بموسى سيدنا موسى امين كمصر سيدنا موسى وزيهم كفرعون هادموم انت فخفي عليهم هذا الامر مع انهم علماء وفيهم صلاح وتقوى علم اللوم صلاح اللوم تقوى اللوم ይብሉ ዑለማ ማለት እዮም እተ ኣብ ናይ ሸክ ሳልሕ እዛ ዘረባ እዚኣ እንታይ ይብል ማለት እዩ ፈከፊ ዓለይህም እዚ ጉዳይ እዚ ስኒ ተሓቢእዎምን ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን مع انهم علماء وفيهم صلاح وتقوى علم نهالوم وعلم سلازلوم كئم سيدنا موسى تقاتلهم موصيم زلوا صلاح فرحنا يلبس سلازلوم كئم سيدنا موسى تقاتلهم كيدوم وخرجوا مع موسى مقاطعين لفرعون لسيدنا ان فرعون اين دلين يلوم مسيدنا موسى وزم فلما اتوا على قوم يعكفون على اصنام اصنام عباده قبور عاتهم مسرأيو araɗo taƙlid ahun fi da likan kam ato kakonu da yau min musa na sayyidna musa wani in ta yi lama yanzu can ilahan kama alahu ali ha yaushe yi lama fa an kare musa haɗa hilma kala wa akhbarahu ana amal ha ɗula alƙawun shirkun biylaa yacan soja musa na yaba haka ta kwa ta kwangu na tsi na zaku ازوم سبات زي اتم كو ابشر ودق يوم فانظر كيف كان خفي عليهم هذا الامر حجين هل كان باري كابزين تايكن ردان خيل كما يلو زقود دايزي تسويرهم مما يدل على خطورة الجهل بالتوحيد انت دا حادة سب اب توحيد زلو افلوت او انت دا عميق انت دا زي كوينو اب شرك هو الدق كم زخ وعدم معرفة حقيقة الشرك مما يسبب ان الانسان قد يقول الكلمة التي تف... التي تقتضي الكفر والخروج من الدين وهو لا يدري (سب نزازر بازئة) بكلمة كفر

كتفلت على كمالته وتحذر به من القول أو الفعل الذين يوقعانك في الشرك من حيث لا تدري كم دمان أو أو كي تفلت زود كابزون كتنقق على كمالته وهذا يدل على بطلان قول من يقول إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما ي... ما يقول ويفعل إذا حجي قال قال بعد امنت ترازي بولو خوينو سن ولا كلمة الكفور وكومو انتقبار تقبرس ولا حانتي يبولو ازي جيجا مخانو مالتي ومن يقول ان الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بامكانه ان يسأل ويتعلم كفلت أنها هالو كفلت اللوزخ المنقدي إنها هالو وين أنت اشلل التنت ار دماني

الشيخ ابن عثيمين وين فبينا لهم ان زربخن قالت حنا انا قدمها نا الشيخ ابن عثيمين مالتو اذا سيدنا موسى انتاجهم فبينا لهم ان سؤالهم ان يجعل لهم آلهة كما كان هؤلاء لهم آلهة من الجهل فهذا يؤدي الى خوف الانسان على نفسه من ان ياتيه في الدلالات والجهالات حيث يظن أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله بزوح إذا جودي نيت لا إلى إلا الله عمق <applause> زوال فلت أزي بلو تلا إلى اله إلا الله مبال دخلق إلا بجكارب بزرزق إلا بجكارب بكونتاتني عالم زكاي إلا بجكارب بمبال وكل كينو اسم وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله ازي تمؤلف دبلو دلو إذا زربازي وحذر منه وقع فيه عامة المتكلمين الذين تكلموا في التوحيد بزحات سبات اب گودای نیت عمق از زي زی بولم از زي زی إيه ندک سبات کم هروامن کمودمانی کجلت لهمن ای کالون مالتی مخناتو به ترجمانه لا إله إلا الله سله زي وسد و مالتیو تلا إله إلا الله تبل كم تجل زبلو لا مخترع ولا قادر على الاختراع إلا الله لمزف السرو آلو مالتیم كل نجرات كفتر زخيل حدش نجرات كم هز زخيل بيجي كارب بكالي يلن ترحيلهم عبزيات أتعوز بلله هو بيجي كارب بكالي زفتر يلن أنت تلا إله إلا الله تبل لا معبود بحق إلا الله مالتيو بحق إيه عبادة بجك بيجي كحد رب تزيكوينو كالي رب سبحانه وتعالى ካሊእ ዕባዳ ዝግበረሉ የለን ብሓቂ ዕባዳ ዝግበረሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጥራሕ ዝብል ትብል እዚ ኣያታ ቀንዲ ትርጉም ናይ ላኢላ ኢለላ ማለት እዩ እምበር እቶም ናብ ህዝብታት ተለኣይኹም ድመፁ ዝነበሩ ነቢያት እኮ ነዛ ላ ካሊቅ ኢለላ ላ ራዚቅ ኢለላ ላ ኢለላ ላ ሙሚት ኢለላ ንዓኣ ንኸፍልጡ ኣይኮነን እዚ ማንም ሰብ ድፈልጦ እዩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን أبتع عبادة ختبت سحن كل خاق أكندن رب سبحانه وتعالى ترح عبادة زجبر له نبكالي شركة سلز نزي أم دماني نخبيون نزي نخبره يوم دما أتم أنبياء زت الأخو مالتهم تحستو تحسته زي ناي كشف الشبهات إن شاء الله هبتدمت سوين تنتري نزلوا نازل وصل وصلى الله وسلم على نبينا محمد.